لكم مشاهدينا نستكمل باقي يومنا وفقراتنا في غبقتنا ونرحب بضيوفنا من اتحاد الطلبة الكويت في بريطانيا وإيرلندا. ضرار مرادي مرحبا فيك رئيس الاتحاد الوطني طلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وبريطانيا، سعيد بتواجدكم أكيد. حياك الله، معنا أمير صغر الاتحاد فهد للميع ونائب رئيس الاتحاد ريم الملة، حياكم الله كل عام وانتم بخير. الله يحييك. صحة وسلامة إن شاء الله. مبارك عليكم، ما تبقى من الشهر وقرقيعان وقرقيعان علينا وعليكم. أكيد ما تقرقعون وأنتم هناك ولا تقرقعون؟ لا الامور الامور تختلف وايد. احنا عندنا ببريطانيا يمكن الامور كمعيشه الحين لما نتكلم اجواء رمضان اجواء القرقعان مختلفه تماما عن الكويت. الكويت بين اهلك بين جماعتك تختلف الامور، ببريطانيا دراستك سكنك وهالجو هذا كله القرقعان رمضان ما تحس فيه، مفقود تماما. فهد شنو تحسون هناك طلبه وطالبات، شنو وضع الطالب الكويتي هناك خاصه في هذه الايام؟ لا الأجواء يعني في بريطانيا مختلفة تماما عن الكويت كليا، يعني الصيام هناك تقريبا 18 إلى 19 ساعة صح. فبس شخصيا أنا ما أحس تعب كثر الكويت، يعني الكويت تعب أكثر يعني؟ أنا وجهة نظري أشوفها شيء لا على حسب التعود، يعني أنا أشوف وايد ناس وخصوصا اللي متعودين أن يقعدون هناك فترات طويلة لما يجون الكويت يحسون أنه خلاص يبون يردون مكانهم، استقرارهم، بيتهم، الستايل اللي تعودوا عليه، الاكل اللي ياكلونه، يعني يجون هني متشابيس ودهن يمتنون، يعني متعودين على نظام حياه يمشون عليه هناك، فيون لما يجون الكويت يتخسبقون شويه. صح صح صح. فانتم بالنسبه لكم اي افضل هنا؟ انا بالنسبه لي انا هناك شو اسمه اهلي موجودين كانوا، فللحين متشابيس ودهن ونفس السؤال. الشباب يمكن لا، انا يمكن اختلفت عندي الامور وايد، انا يمكن في بريطانيا صار الحين ما يقارب 4 سنين. دائما بروحي، يعني حتى ردت الكويت اقعد لي 3 أشهر 4 أشهر ارد مره ثانيه اقعد 7 أشهر ببريطانيا، فدائما تعودت اني اكون بروحي في بريطانيا. ففاقد تماما المتبوس والمرق والامور هذه كلها. توستد لبن وبيتزا ما عايشين عليها. تشيكن ناجتس. وتشيكن ناجتس بالنسبه حق الشباب، بالنسبه حق البنات هناك شنو وضعهم يا ريت؟ لا احنا شوي اكشخ. بس انا قبل ابدي كل شيء، انت شلون بدك تسوي تين؟ شفتي؟ مسكينه انا. اعاني بس اسوي خلاص تعودت. انا احس ما تفطرت حد. ما شاء الله الغالب غالب، يعني ما تحتاجين. حبيبتي ما تحتاجين. احنا هناك لا انت مع البنات، كل واحده تسوي لها طبق. انا ما تطبخون؟ ممكن تطبخون؟ انا ما اعرف، بس في بنات بلا يعني رفيجاتي نطبخ شيء ونقعد يجمع يسوون اطباق كويتيه. زين الخليجيين الموجودين من الطلبه الثانيين تصير مثل الغبقات هذه اللي نشوفها عندنا بالكويت؟ يمكن هذه الامور اللي تمتاز فيها بريطانيا. بريطانيا احنا يمكن لما نتكلم عنها كوجه عام كطلبه مو بس مقرونه بلندن، حتى نفس الشيء مع ايرلندا، يعني نتكلم عن ايرلندا مناطق متعدده، يعني عندنا يكثر فيها الجاليات الطلابيه الخليجيه، مثلا مناطق مانشستر، ليفربول، لندن، برمنغهام، دبلن بايرلندا، سوانزي، كاردف، هذه اماكن فيها جاليات طلابيه خليجيه وايد. فلما يصير في احساس السوسايتي الخليجي رمضان شوي يصير له طعم اكثر، يعني يتجمعون الخليجيين بنات وشباب، تصير غفقات بين الطلبه، يصير فطور مشترك، فالامور هذه وايد تهون على الطالب اللي يكون متواجد حاليا في بريطانيا وايرلندا. ما شاء الله انتم اول اتحاد طلبه ببريطانيا يسوي له قسم هني بالكويت وقسم هناك صح؟ هو اللي صار بالضبط، ان رب لك الحمد هالسنه يمكن احنا كان عندنا احنا مثل ما انت عارفه ان احنا قياده جديده للاتحاد. واول ما مسكنا الاتحاد كان عندنا شيء حاطينه ببالنا، هو ان لو مهما كان نبي نرفع الستاندرد في بريطانيا وايرلندا. احنا مؤمنين تماما ان طلبه بريطانيا وايرلندا دائما يستحقون الافضل، ومهما كان نسوي لهم مهما كان راح يكون في فراغ لازم نغطيه. فكان عندنا اصرار من الهيئه الاداريه ان نبي نقدم شيء طلبه بريطانيا وايرلندا. احنا ترى على فكره احنا اعرق كيان طلابي كويتي صح. احنا اعرق اتحاد طلابي كويتي، فهالامر هذا زاد عزيمتنا ان الحمد لله الاتحاد من زمان عنده مقر دائم في لندن في بريطانيا في بورتشستر تيرس. صار عندنا الاصرار ان دام عندي اوريدي مقر دائم بلندن، سوينا الصعب صح. عندي مقر دائم بلندن موجود، فقلنا خلينا ناخذ الاكست وصار عندنا مقر دائم في الكويت. اللي شفنا لقطات منه قبل شوي، يعني مهما كان شهر 1 2 3 بالصيف شهر 12 شنو دوره بالكويت هنا؟ اكيد له مهام معينه بالضبط يتكفل فيها هذا المكان. المقر هذا اول شيء احنا نطالعه كستيجز، فتره الصيف الحين انت عارف الحين فتره طلبه مستجدين، الطالب اللي يبي يدرس في بريطانيا هنا يجي دورنا احنا توجيه وارشاد. نكون متواجدين الحين، وجودنا الحين من يوم الاحد يوم الخميس كل يوم من 8:30 ل 12:30
دائما يكون يجي الطالب اللي عنده استفسارات يحتاج مساعدة، احنا متواجدين نساعده. تخلص الفترة هذه يكون هذا المكتب مثلا تصير في اجتماعات الهيئة الإدارية، اجتماعات الاتحاد، ورشات عمل، مهما كان يكون واجهة حق الاتحاد في الكويت. هذه كانت النقطة من المقر هذا. نعم، كل اللي قاعد يتابعونا حتى يغيم يقولون إن أنت طالبة وهندسة كيميائية درستي خلال فترة وجودك هناك، شلون قاعدة توفقين بين دراستك وتكونين نائب رئيس الاتحاد؟ هو أكيد يعني الحياة كلها مو بس دراسة، عندنا وقت فراغ، بدل يعني أسوي شيء ما له معنى يعني أستغل وقتي بشيء مفيد مو يخدمني أنا، يخدم طلبة غيري توهقة ومثلي مثل ما أنا توهقت بيوم الأيام. حسين معاناتهم أكيد يكون أكيد يعني إيه؟ كل طالب جاي هناك مسافر دولة جديدة عليه ما يعرف أشياء وايد، خصوصاً البنات. يعني أنا وايد في بنات تقول أول ما كنا نجي مثلاً مثل ما قلت ندور صالونات مثلا ما ندري نبي احد يعلمنا نبي وين نروح وين نرد. في انتم مكان عندكم بديوانيه نسائيه اعتقد في اتحاد الطلبه بلندن، انا في سنه من السنين كنت هناك ضيفه عندكم وشفت المكان اللي انتم قاعدين فيه، المقر اتحاد الطلبه. ففي مكان يوميا يتجمعون فيه البنات صح؟ صحيح. بس هالسنه الاتحاد تغير التجمعات تغيرت مو نفس اللي قبل، صار حلة جديدة. شنو الأشياء اللي سويتوها حق البنات؟ حق البنات كان في ميني إيفنت جبنا الكاتبة أسرار الأنصاري، وبدوي أمس كان في عندنا غبقة كنا بين الأخصائية التغذية هبة بن سلامة وآيات لغاري، وكان في بنات مسجدين وفي بعد خطة متكاملة. أكيد في مجموعة من الأنشطة اللي تسوونها هني بالكويت وأنشطة تسوونها هناك بالكويت. صح. قل لنا الأشياء اللي الحين سبب وجودكم إن شاء الله اليوم بالكويت. يعني إحنا أعضاء هيئة إدارية اللي موجودين حالياً عندنا خدمة مستجد نساعد فيها الطلبة المستجدين حالياً الموجودين المقدمين على خطة البعثات اللي إن شاء الله تطلع نتائجها أعتقد باكر. موجودين عشان نخدمهم إرشاديا، نعلمهم شنو المناطق اللي يبونها، عندهم أي أسئلة أي استفسارات، شو اللي يبونه شو اللي يحتاجونه، نحاول أن نسهل عليهم الوضع كثر ما نقدر قبل ما يوصلون هناك. يعني سكن، جامعة، معاهد، كل شيء تقريبا. نشوف أكاونتكم على الهواء حق اللي حاب يسجل، طريقة التسجيل موجودة أكيد على هذا الأكاونت. صح. أكيد في بعض النصائح أكيد بالنسبة للمستجدين من الكويت هني يكون والتواصل عن طريق الإيميل ولا عن طريق شنو؟ هو للأمانة الحين بنسمح لطلبة المستجدين، يمكن الاتحاد أطلق الحين حملة حق المستجدين متكاملة صار ما يقرب 3 أسابيع. غير كات مستجد اللي تفضل فيه أخوي فهد، إحنا يوم الخميس بإذن الله عندنا لقاء تنوير السنوي للمستجدين، هذا هو اللقاء الرسمي والوحيد لطلبة بريطانيا وأيرلندا عن طريق الاتحاد. أن أي طالب عنده مثلاً استفسار قبل في بريطانيا، الحين أنت الحين طالب قبل في بريطانيا تبي تعرف النكست ستيب الخطوة الثانية، هني يجي دورنا. إحنا عندنا اللقاء في فندق الريجنسي يوم الخميس، التفاصيل كلها موجودة بأكاونتنا، راح يكون متواجد ما يقارب أكثر من 60 إلى 70 عامل في الاتحاد من مناطق نرشدك فيها إلى تخصصات إلى طبعاً جهات مشاركة ورعات، نحاول كثر ما نقدر نعطيك الباكج كامل حق طالب المستجد. طبعاً غير هذا عندنا خدمة مستجد وعندنا المقر الدائم متواجدين في خدمة الطلبة. من خلال دردشتي معاكم عرفت أن ما شاء الله تأخذون سنة كاملة تجهزون حق المؤتمر السنوي اتحاد الطلبة. صح. وايد استعداداته شايدة. بتشل تكون. هو للأمانة هالسنة هذه يمكن بعد أحد الأشياء اللي إحنا حاطينها بالنا نرفع الستاندرد كثر ما نقدر في بريطانيا وأيرلندا، حاطين بالنا خطة متكاملة حق المؤتمر. المؤتمر مثل أي طالب أو أي شخص متابع حق بريطانيا وأيرلندا يدري إن في مؤتمر سنوي يصير شهر 10 شهر 11، هذا مؤتمر الاتحادات السنوية، حالنا حال الاتحادات الطلابية الخارجية. هالسنة عندنا أفكار جديدة وايد، ما ودي أقول عشان ما نحرقها على الطلبة نخليها مفاجآت. بس نوعدهم. بس نوعدهم بشيء جديد وشيء بإذن الله يفرحهم ويفتخرون فيه. قواكم الله، نورتونا اليوم، أكيد وجه مشرف لكل كويتي وكويتية يمثلوننا في بلاد أكيد كل الدول. يعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم كل التوفيق ومن نجاح لنجاح، وإن شاء الله هالسنة أنتم ماجستير والسنة الجاية دكتورة. إذا الله سهل. وأنت إن شاء الله آخر سنة دكتورة؟ لا لا أنا ماجستير. بديت دكتورة إن شاء الله. رايح الدكتورة. يلا نتمنى لكم أعلى المراكز والمراتب يا رب، ونشوفكم شباب هني منورينا بأعلى المراكز. ما الله يسلمك. شكرا. وصلنا بسرعة كنا حق الختام. خلصنا. خلاص قفال الحلقة. يعطيكم ألف عافية. مع السلامة.